والجوح مقدم على التعديل إن صدع ومبينا من عاوف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. لو اختلف في راو، اختلف في راو، أحد العلماء يقول ثقة والثاني يقول ضعيف، واحد قال ثقة وواحد قال ضعيف، طيب ماذا نفعل؟ هل نقبل كلام من وثق أو كلام من ضعف؟ هنا أول شيء لابد أن ينظر من الذي وثق ومن الذي ضعف. أولا هل هو متشدد؟ بعض علماء الحديث متشددون، يعني يضعف لأدنى شيء، يعني من شدة حرصه يضعف لأسباب لا يضعف لأجلها غيره، فيضعف لأجل هذه الأسباب لأنه محتاط جدا. وإذ هذا وأمثاله إذا وثقوا يقول أهل العلم عض عليه بناجذيك، هذا ما يوثق بسهولة، فإذا وثق أحدا عض عليه بناجذيك، كالنسائي مثلا أو كأبي حاتم الرازي أو ابن معين أو شعبة، يقول هؤلاء إذا وثقوا أحدا يود عليه امسكه. ليش؟ أن هؤلاء صعبين بالتوثيق، صعبين بالتوثيق، لكن بالتجريح لا تأخذ منهم، مو لا تأخذ منهم بس يعني ممكن يجرحون لأسباب أقل، لكن بالتوثيق 100% خذ منهم. في العكس، في علماء متساهلون بالتوثيق، ثقة ثقة يعني يمشي الأمور، يعني حتى أن بعضهم قد يوثق المجاهيل، يقول الأصل في المسلم العدالة يوثق المجاهيل، لكن هذول إذا ضعفوا أوه ما ضعف إلا يعني ما له كفارية، يعني ما في مجال، ما يفوت هذا. مثل ابن حبان، ابن حبان يقول عنه الحافظ الذهبي قصاف، يعني إذا جرح واحد يعني خلاص انتهى، من كثر ما هو يعني لا يجرح إلا من كان مجروحا. وفي بعضهم وهم الأكثر المعتدلون، وهو أحمد بن حنبل، البخاري، ابن عدي، الدارقطني، أبو زرع الرازي، أبو داود، مالك بن أنس، هذول يعني هؤلاء معتدلون، يعني ما فيهم شدة ولا فيهم تراخي في الجرح والتعديل. فينظر من الذي وثق من الذي جرح، ثم ينظر كذلك الذي وثق من الذي هو عاش معه في الزمن نفسه فيكون يعرفه أكثر، أو كان يعيش معه في البلد نفسه فيكون أعلم به. وذلك لما قيل لابن خزيمة، قيل لابن خزيمة عن حميد الرازي، قال ما تقول في حميد الرازي؟ قال كذاب. قال أحمد يوثقه، أحمد بن حنبل، قال أحمد يوثقه، قال أحمد لم يعرفه، هو من أهل بلديتنا نحن نعلم به، يقول حنا أدرى فيه، من أهل بلدنا هو، عارفه عدل، حنا كذاب. أحمد سمع منه حديثين، هذا شاف أحاديث جيدة وكذا فأثنى عليه من هذا الباب، لكن نحن نعرفه معرفة جيدة، يقول من أهل بلديتنا نعرفه تماما. فهنا أيضا يقدم قول من كان من أهلي بلدي، خاصة إذا بين. أما إذا جاء الجرح مفسرا فيقدم الجرح المفسر، إذا واحد قال ثقة الثاني قال يسرق الحديث، يكذب، متهم بالحديث، وضع حديثا ويذكر الحديث هنا، أو يقول سبرت أحاديثه وكذا، هنا الجرح مفسر، يقولون غير لما يقول ضعيف وبس، لا فسر لماذا ضعيف، فيقول الجرح المفسر مقدم على التوثيق غير المفسر. والتوثيق عادة لا يفسر، وإنما التفسير يكون للتجريح، فهنا يقدم الجرح المفسر. أما إذا كان الجرح غير مفسر فيقدم التوثيق، لأن كما قلنا بعضهم قد يجرح لأشياء يعني لا ترتقي أن تكون جرحا، كما نقل عن شعبة بن الحجاج أنه ضعف راويا، قال ضعيف، فلما سئل قال فلان ضعفته، قال رأيته يركب على برذون، البرذون اللي هو البغل، والبغل في مشيته يتمايل كذي، يعني يقول هذا فيه كبر، شفته يمشي على البرذون كذي فيه كبر هذا. ومرة ضعف رجلا
فقال له لماذا ضعفته؟ قال رأيته يبول واقفا، رأيته يبول واقفا، ما يستنزل يعني ما يتحذر من البول وكذا. مثل هذا لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يسأل وقال ضعيف فقط، وبعضهم ضعف، وأحدهم ضعف رجلا قال ضعيف، قال لماذا؟ قال سمعت الدف في بيته، سمعت الدف في بيته، يضربون الدف في بيته، قد يكون نائما، قد يكون غائبا، قد واضح، بس يقول قصدي أنه فاسق، يعني عنده فسق مجون أو ما شابه ذلك من الأمور. فالقصد لذلك قالوا التضعيف لابد أن يكون مفسرا، لازم نعرف لماذا ضعف، لأن بعضهم من شدته يضعف لأمور، وكل هذا من باب الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما ضاع شيء من سنة النبي، الحمد لله، الله حافظ هذا الدين سبحانه وتعالى. نعم.